شبكة قنوات المحروسة. تلفزيون القاهرة يقدم علماء من بلدي بعد قليل. يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي. مساء الخير على حضراتكم، أهلا بكم معنا ولقائنا الأسبوعي المتجدد على شاشة قناة القاهرة وحديث العلم والعلماء وبرنامج علماء من بلدي. النهاردة في الحقيقة بنبدأ مع حضراتكم الحوار وأول موسم في عمر هذا البرنامج، الحمد لله من خلال الضيوف العلماء اللي بنستضيفهم واللي بيشرفونا في المحافل العلمية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي عربيا وأوروبيا أيضا، واللي انضموا إلى موسوعة البرنامج ومن خلال جهد الإعداد والإخراج الزميل عبير الحلبي في البرنامج. احنا مستمرين معاكم، مستمرين ان احنا نلقي الضوء على علمائنا اللي بيشاركوا بيساهموا في إحداث التنمية لهذا الوطن، وإيمانا منهم برد جميل هذا الوطن عليه، إدراكا أيضا بأهمية العلم والبحث والتطبيق والاجتهاد والتميز والعمل على رفعة شأن هذا الوطن. كان برنامج علماء من بلدي واللي بنبدأ معاكم أولى حلقات الموسم الجديد منه. النهاردة يعني أثرنا تحديدا أن يكون معنا ومعكم أحد العلماء المتميزين في مجال الكيمياء العضوية، كيمياء الحياة. انصبت اهتماماته البحثية على الدور الحيوي الذي تلعبه الكيمياء العضوية في كل مجالات الحياة. قام بربط عمله البحثي بالصناعة وقضايا المجتمع وإيجاد حلول مبتكرة للمشاكل الخاصة بالمياه، بالبيئة، بالطاقة من خلال استخدامات النانو تكنولوجي وعلاجات الأورام والأوبئة. تعددت إسهاماته العلمية والبحثية وأيضا الإدارية، حيث تولى العديد من المواقع والمناصب الإدارية وأولى اهتمام خاص بدعم الشباب وروح البحث العلمي والابتكار والإبداع لديهم وخاصة لدى شباب الخريجين. هو صاحب رصيد وافر من البحوث المنشورة علميا ومحليا مما أهله للحصول على العديد من الجوائز العلمية في مجال النشر العلمي. كللت مجهوداته العلمية والبحثية والتطبيقية بالعديد من الجوائز وخاصة جائزة جامعة كفر الشيخ التقديرية في العلوم الأساسية لعام 2020-2021 عن مجمل إنجازاته في مجالات عديدة ومختلفة لها علاقة كما ذكرنا بالمياه وبالبيئة وبالأوبئة وبالكثير من الموضوعات الهامة اللي هنتطرق إليها من خلال حديثنا مع ضيفنا وضيفكم اليوم، العالم المصري المتميز الأستاذ الدكتور أحمد خضير، أستاذ الكيمياء العضوية، رئيس قسم الكيمياء كلية العلوم جامعة كفر الشيخ، عميد كلية العلوم جامعة كفر الشيخ السابق، حاصل على جائزة جامعة كفر الشيخ التقديرية في العلوم الأساسية. أهلا بحضرتك يا فندم، أهلا وسهلا بكم، وسعداء بوجودك معنا النهاردة، وخاصة أن اليوم ده يوم يعني خاص على أسرة برنامج علماء من بلدي لأنه هو أول يوم في الموسم الجديد، فبنبتدي مع عالم مصري مميز في الكيمياء العضوية له العديد من الأبحاث المنشورة والمطبقة على أرض الواقع واللي أفاد بيها بلده ووطنه مصر.
يا أهلا وسهلا بيكم وبرحب بيكم وبأشكركم على هذه الاستضافة لأول حلقة في البرنامج في ثوبه الجديد، وأتمنى لكم التوفيق والشكر موصول طبعا للإعداد والإخراج والتقديم. بشكر حضرتك على وجودك معنا، وخلينا نخرج فاصل ونعود ونتواصل معكم وضيفنا وضيفكم اليوم العالم المصري الأستاذ الدكتور أحمد خضير. قلبنا نقول كلنا نقول كلنا تعدي سنة تعدي سنة صغر عمرنا صغر عمرنا وما دمنا كده دمنا كده دمنا كده دمنا كده الماضي وراء الماضي وراء والجاي لنا جيت على جيت صوت على صوت يبنوا زمن الحلم الجميل دنيتنا أرض مصر، ومن بين أبنائها أحفاد الفراعنة العظام، عقول مبدعة تسعى بالعلم والمعرفة بالعمل الدؤوب والإخلاص المتفاني لخلق مستقبل مشرق لكل أبناء هذا الوطن، وإيد على إيد نبني مصر من جديد. علماء من بلدي على شاشة القاهرة الآن. كل سنة وحضراتكم دايما بخير ودايما متابعينا ودايما بنحاول ان احنا نوصل ليكم بقدر الامكان من خلال البرنامج ومن خلال التواصل الدائم مع العلماء ومع شباب الباحثين والمبتكرين اللي بنفخر بيهم ووطنهم بالفعل بيفخر بيهم. والبرنامج ده جزء بسيط جدا ان احنا نكرمهم من خلاله على الجهد وعلى الدور اللي بيقوموا بيه في احداث التنمية المستدامة لأرض هذا الوطن الحبيب مصر. بنرجع مرة تانية ومعانا ضيفنا وضيفكم اليوم الأستاذ الدكتور أحمد خضير أستاذ الكيمياء العضوية والمكرم بحصوله على جائزة جامعة كفر الشيخ التقديرية في العلوم الأساسية لعام 2020-2021 عن مجمل إنجازاته في المجال البحثي والأكاديمي والمهني. بنذكر أن الدكتور أحمد خضير قام وعلى مدار أكثر من ربع قرن من الزمان بربط عمله البحثي بالصناعة وقضايا المجتمع من خلال دراسة التأثير البيولوجي لجميع المركبات التي قام بتحضيرها على الفيروسات المتسببة في تدمير إنزيم نقص المناعة والأمراض الجلدية والأنواع المتعددة من الأورام السرطانية. أيضا قام بتقديم أكثر من 60 بحثا علميا بالمجلات العلمية العالمية
ذات معامل تأثير عالي، بالإضافة للأبحاث المقدمة في العديد من المؤتمرات العلمية محليا ودوليا، وأيضا قام بالإعداد والتأليف لبعض الكتب والمؤلفات العلمية والمشاركة في تطوير والمشاركة في تطوير المناهج الدراسية وتطويرها وتطوعها لمسايرة النظم العالمية في التعليم والتعلم. برجع مع حضرتك مرة أخرى، بجدد التحية لحضرتك وطبعا العالم الكيميائي المصري الجليل الأستاذ الدكتور أحمد خدير عضو الشبكة المصرية لأبحاث السرطان. بدأتم في أواخر التسعينات العمل على الأورام السرطانية من خلال ما قمتم به علميا بدعوة من جامعة تابعة لفرنسا، والكلام ده كان تقريبا يعني من 96 ل 98. أهم ما توصلتم إليه من أبحاث ومن أشياء جديدة تخص هذا المجال الهام واللي له علاقة كبيرة جدا بشريحة معرضة للإصابة بتلك الأورام. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا رحلتي لفرنسا كانت رحلة يعني ناجحة جدا جدا، قمت بتحضير العديد من المركبات العضوية ودرسنا تأثيرها على سرطان الدم، وحصلنا على نتائج جميلة جدا في هذا الإطار. طبعا أساسا وما زلنا لحد الآن يعني فيه استمرارية في النتائج اللي هي أساسا يعني ذات تأثير عالي جدا جدا يعني. الزيارة يعني اللي قمتم بيها الزيارة العلمية لفرنسا، آخر المستجدات في هذا المجال العلمي والبحثي الذي تطرقتم إليه دكتور، يمكن إحنا يعني بدأنا مع حضرتك من نقطة جديدة في الحوار، وخاصة أن يعني هذا الموضوع لكم الكثير من الأبحاث فيه، وزي ما أنا قلت وذكرت أنه بيهم شريحة كبيرة من المواطنين ومن هو حضرتك المركة. لو احنا بصينا السن كل دولة بتبقى مميزة بحاجة معينة، يعني فرنسا على سبيل المثال بتهتم بأمراض السرطان حقا يعني، وعندهم معامل على درجة عالية من التقدم. طبعا هم مهتمين أكتر بسرطان الدم حقا يعني، يمكن معظم الناس اللي بيحصل لها اساسا مشاكل في الدم من ناحيه السرطان، يمكن حضرتك بتسمعي ان هم بيسافروا فرنسا باستمرار يعني، فهم طبعا مهتمين بهذا المجال اهتمام كبير جدا جدا جدا. يبقى طبعا احنا ما زلنا مستمرين في هذا الاطار، والحمد لله اساسا يمكن كان فيه يمكن من حوالي يمكن تقريبا شهر تقريبا كان فيه اساسا لقاء من خلال يعني من خلال الواتساب والحاجات دي كلها اساسا ما بينه وبين الاستاذ الفرنسي واستاذ اخر وطبعا ممثل من الجامعه، والحمد لله اساسا يعني هم نفسهم برضو يستمروا معانا في عمل علاقة ما بين جامعة كفر الشيخ وجامعة بواتيم من ناحية المشاركة معهم والمشاركة العلمية في أمراض الدم، واحنا حضرتك مستمرين في هذا الاتجاه ان شاء الله باذن الله، وباذن الله ربنا هيسر الحال ان شاء الله يعني يكون تعاون مثمر ويصب في صالح وده يمكن نتيجه يعني المرضى في نهايه هذا الامر. ده صح، وده يمكن النقطه دي اساسا هم ليه مستمرين معانا، نتيجه العلاقات الطيبه، الامانه في الحاجه اللي احنا اساسا بنعملها مع بعض والحاجات دي كلها والنشر العلمي يعني. انا يمكن طيب خليني اتكلم برضو مع حضرتك عن جزئيه مهمه في حياتي العالم الكيميائي الأستاذ الدكتور أحمد خضير، وهي مرحلة التكريمات أو التكريم بصفة عامة في حياة الباحث، وخاصة أن حضرتك حصلت على العديد من الجوائز في مجال النشر العلمي من بداية 2010 إلى جائزة الجامعة التقديرية، ومن خلال عضويتكم في لجان فحص المتقدمين لنيل جائزة
الدولة للتفوق في العلوم الأساسية، دي كان 2017 2018 جائزة الدولة التشجيعية أيضا في العلوم الأساسية لثلاث أعوام على التوالي، وكونكم محكم بالجامعات المصرية والعربية والأجنبية. ده صحيح. نتكلم عن المرحلة ديت وهذا المردود على الباحث أو العالم. والله حضرتك أساسا هو طبعا التكريم لأي فرد في مجال، في أي مجال، وخصوصا مثلا في مجال البحث العلمي بيشجعه على إنجاز العديد من الأعمال المستقبلية، ودي طبعا يعني فكرة يعني كويسة جدا جدا. أنا أما واحد يتميز عن الآخرين أما أقدره يقوم أساسا حضرتك يشجع الآخرين على السير على نفس الطريق ونفس المنوال يعني. بالتأكيد بيكون عامل محفز ومشجع للعالم أو الباحث للاستمرار في الحياس أو المشاركة في التنمية. بالظبط. طب دكتور، يعني مخرجات البحث العلمي وتوفير التنمية الحقيقية والتوصل إلى حلول غير تقليدية وخاصة في مجالكم، وهو مجال دقيق وله علاقة بالكثير من الأمور الحياتية ومشاركة فاعلة وفعالة في الكثير من الموضوعات المتعلقة بإحداث التنمية. طبعا احنا في مجال الكيمياء بالذات، واحنا يمكن قلنا الكيمياء عصب الحياة، الكيمياء لها تطبيقات كثيرة. انا يمكن اخترت الجانب الطبي شوية لان انا كنت دايما يعني اميل الى الناحية التطبيقية، وطبعا اساسا لو احنا بصينا هنلاحظ ان الحاجات اللي احنا قمنا بتحضرها كلها ما قعدناش ساكتين، لا ما حضرناش وخلاص وحطينا الورق على الرف والكلام من ده كله، لا بنحاول دلوقتي اساسا نستفيد من هذا التحضير لهذه المركبات، وقمنا بتطبيقها في المجال السرطان ومجال اساسا الاتش اي في اللي هو الايدز بمعنى اصح، الايدز وبعد كده اساسا الامراض الجلديه، وحصلنا على نتائج برضو كانت نتائج في منتهى الروعه حقيقه يعني، وحاجات احنا عملناها في مصر هنا يعني على ارض الواقع، ارض الواقع يعني من الناحيه التطبيقيه. طب اهم البحوث اللي بتعد او بتعتبر محطات هامه وانجازات هامة في حياتكم ومسيرتكم العلمية والاستشهاد المرجعي لها والجوائز أيضا دكتور؟ ده صحيح، في بحث مهم جدا حقيقة يعني يمكن كنا عملناه، وكنا عملناه في مصر هنا بس استكملنا العمل بتاعه هناك في الدنمارك أساسا، وبرضو يعني حضرتك كنا نشرناه في الجورنال ميديسنال كيمستري، ويعني وكان ليه أساسا يعني باح كبير جدا جدا في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في السيتيشن بتاعه، وده من الأبحاث اللي هي أساسا بصراحة لها مردود كان كويس جدا جدا بالنسبة حقا للواحد. يعني ما فيش أساسا واحد بيشتغل في هذا المجال إلا ما يستخدم هذا البحث في معاه في كمرجع ده مهم جدا. ده على سبيل المثال الفترة الأخيرة حقا يعني يمكن أساسا اتجهنا اتجاه كويس جدا حقا يعني إن احنا كوننا مجموعة بحثية من ناس بتحضر كيمياء وناس في مجال البيولوجي، خلاص ماشي يعني يقوموا بالتجارب البيولوجية، وبرضو ناس في الكيمياء الحسابية، وقدرنا نطلع بنتائج بصراحة كانت في منتهى حقا الجمال يعني. بالتأكيد حقا يعني. طيب يعني الاحتكاك بالمدارس العلمية يعني محليا ودوليا دي أيضا نقطة من النقاط الهامة جدا بالنسبة للعالم وبالباحث، وخاصة يعني كانت هناك بداية في الحصول على بعثة للإشراف المشترك أو منحة وزارة التعليم العالي بالسفر إلى الدنمارك لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم. من خلال المهام العلمية والمؤتمرات الدولية وكونكم يعني أستاذ وأستاذ زائر وباحث له يعني مدارس علمية هامة جدا بيرجع إليها عدد كبير جدا من شباب الخريجين، عايزة أتكلم
في دور هذه المدارس وفي دور مثل هذه المنح في دعم وثقل الباحث. ده صحيح. ده سؤال مهم جدا جدا حقيقة. يعني أنا يمكن برضو كنت يعني محظوظ، بس دايما بقول الحظ لا يطرق أبواب الكسالة حقيقة. يعني لابد من السعي ولابد من الاجتهاد ولابد من بناء علاقات، انت فهمان حضرتك. فطبعا انا يمكن الحمد لله يعني تعلمت على ايد اساتذه كبار في الخارج. يمكن في حوالي 4 جامعات من اكبر الجامعات الاوروبيه، والحمد لله حصلت برضو على منحه الكسندر فون هومبولد، والكل يعلم ما هي منحه الكسندر فون هومبولد اساسا، من خلال الاجتهاد ومن خلال السعي الى العلم والحصول على منح دوليه. طبعا دي كلها حاجات ساهمت في بناء العقليه اللي الحمد لله الواحد يعني مر بيها، ودي بنت بناء يعني كويس جدا جدا، والحمد لله الواحد استفاد منها استفاده يعني جميله جدا في هذا الاطار. ايضا من المحطات الهامه والرئيسيه في حياه العالم الكيميائي المصري الاستاذ الدكتور احمد خضير كونكم مراجع ومحكم وعضو هيئة تحرير إحدى المجلات العلمية العالمية. ما شاء الله، يعني دلوقتي في حضرتك مشارك في واحدة كمان إحدى المجلات العالمية الأخرى بالإضافة اللي احنا بنذكرها. أنا عايزة يعني أتوقف عند هذا السؤال وعند معايير القيم الحاكمة والتفاعل الإيجابي في ضوء الحفاظ على الهوية المصرية لنا وللعالم والباحث. ده كلام سليم. هو طبعا قمة السعادة أن أنت أساسا تساهمي في تقييم يعني ناس متفوقة حقيقة، يعني وتشوفي شغلهم وتقارني بينهم يعني وتميزي بينهم بنقاط يمكن تكاد تكون بين السطور كده، يعني بتبقى حاجة جميلة. وبعدين يعني جائزة التفوق ديت يعني القيمة بتاعتها يمكن في حدود يمكن 200,000 جنيه على سبيل المثال، وجائزة التشجيعية برضو أساسا بيتقدم لها العديد من شباب الباحثين اللي الواحد بيفخر ان هو يعني بيشارك معهم في هذا الإطار. فطبعا دي كلها حاجات أساسا بتسعد أي إنسان في هذا المجال حقا يعني. وطبعا دي يعني كانت يعني بصراحه يعني ما جاتش من فراغ، يعني جات من خلال اساسا معرفه الناس بالواحد، وطبعا يعني من خلال نشر يعني الابحاث الخاصه بكم في مجلات علميه ودوليه. طبعاً. دكتور حضرتك عضو الشبكه المصريه لابحاث السرطان. وبداتم في اواخر التسعينات العمل على الاورام السرطانيه كما ذكرنا في بادئ الحديث، لان هذه النقطه من النقاط الهامه اللي لابد احنا نرجع اليها مره اخرى. ده كان في اواخر التسعينات وتم مشاركتكم والدعوه الخاصه بكم من جامعه بوتي الفرنسيه. ايه اللي توصلتم اليه في هذا المجال تحديدا دكتور، وخاصه ان في كتير جدا من الاطفال ومن المرضى بصفه عامه في مراحل عمريه كثيره بنجد ان هم بيصابوا بهذا المرض كما يصف المرض الخبيث او اللعين، لانه ليس له اي اعراض، ربما المريض بيكون بيتعامل وفجاه بيشعر بوعكة او بيشعر ببعض التعب ويبتدي الكيرف يعني ينهار. ده كلام سليم. هو حضرتك طبعا اساسا او ما زال ما قلت اساسا الفرنسويين مهتمين بامراض السرطان، ومنه سرطان اللي هو الدم 1210. فطبعا ده من الحاجات اللي هم اساسا يعني بيعتنوا بها اعتناء كبير جدا جدا. احنا من خلال وجودنا في فرنسا قدرنا ان احنا الحمد لله نحضر مركبات وادت نتائج يمكن لحد الان مستمرين في الدراسه، وان شاء الله باذن الله الفتره القادمه ان شاء الله هيظهر بحث
بين مجموعة مصرية وأنا طبعا على رأسهم، ده برضو بحث يعني أثبتنا فيه نتائج جميلة جدا حقيقة يعني، من خلال زميلة في جامعة دمنهور والحمد لله، وده طبعا يعني شيء برضو يعني كويس جدا جدا في هذا الإطار. يمكن أهم ما تم التوصل إليه من خلال العلم الحديث يعني بالنسبة لعلاجات مثل هذه الحالات أو مثل هذه الأمراض وأفاق التطور المذهلة اللي كل يعني مش كل يوم لا كل دقيقة بيفاجئنا بها العلماء في هذا المجال ومجابهة هذا المرض اللعين، هو علم النانو تكنولوجي. يمكن حضرتك ساهمت وشاركت في إنشاء معهد علوم تكنولوجيا النانو بجامعة كفر الشيخ، وأيضا تأسيس وحدة أبحاث الكيمياء العضوية الأولى بكلية العلوم ووحدة الزئبق الرنين المغناطيسي بقسم الكيمياء. ده صحيح، نتيجة طبعا للخبرة الطويلة في مجال الرنين النووي المغناطيسي. الحمد لله كان لي الشرف أساسا أن أنا سافرت سويسرا لمدة أسبوع للتدريب على هذا الجهاز، والحمد لله يعني أشرفت عليه ودربت عليه العديد من الزملاء اللي هم دلوقتي أساسا متولين أمر الجهاز، وطبعا ده حاجة كانت كويسة جدا جدا. طبعا ما يكون عندك أساساً يعني جهاز يمكن يكاد يكون أساساً من الحاجات اللي احنا كنا بنتمناها وبنرغب في وجودها في القسم، فطبعاً ده كانت حاجة برضو من الحاجات اللي أسعدت الواحد كثيراً. بالنسبة لمعهد النانو طبعاً بتتميز به جامعة كفر الشيخ، وأتمنى إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله بإذن الله يعني يمكن احنا شفنا الرئيس يعني يمكن لمح لمعهد علوم النانو ولمح للذكاء الاصطناعي في كفر الشيخ ولمح برضو لكلية الحاسبات والمعلومات، الحاجات اللي هي التخصصات اللي هي على إقبال شديد من أولياء الأمور ولها أيضا علاقة بسوق العمل. يعني يمكن القيادة وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى هذه الكليات اهتمام كبير، وتم إنشاء أكثر من كلية حكومية بالفعل في مجال الذكاء الاصطناعي. ده صحيح، ويمكن الكلام اللي يمكن سعادة الرئيس انا يمكن سعيد بيه ان يعني قال الكلام ده، انا كنت عامله في الخطة الاستراتيجية من ناحية استغلال الاراضي الزراعية اللي تبع البحوث وضمها للجامعة، ودي كانت يعني برضو لفتة كويسة جدا، ويمكن طلب أساسا عمل جامعة أهلية في هذا المجال إلى جانب طبعا الجامعة التكنولوجية، فده كله طبعا إسهامات كويسة جدا جدا لجامعة كفر الشيخ إنها تتولى مثل هذا الأمر بالتأكيد، وخاصة في المرحلة الحالية والجمهورية الجديدة اللي نحن يعني مقبلين عليها، لابد أن يكون خريج الجامعة له مواصفات بعينها. طب المجتمع المدني يعني كيفية مشاركته في مثل هذا الأمر أو هذا الدور دكتور معكم؟ طبعا ده طبعا دور مهم جدا جدا، لأن الناس اللي في الجامعة دلوقتي ناس عندها خبرة طويلة، إسهاماتهم هتكون أساسا يعني إسهامات جدة جدا طبعا، وفي نفس الوقت لو اتفتح جامعة أهلية هتبقى يعني برضو ممكن يستفيد من أعضاء التدريس اللي في الجامعة، وطبعا أساسا دي هتبقى يعني مفيدة جدا جدا للمجتمع والبيئة المحيطة إن شاء الله. بالتأكيد هرجع لعلوم النانو تكنولوجي، وهي من العلوم الهامة واللي ليها إسهامات علمية كثيرة في الكثير من التخصصات. ربما أذكر أنه كان لكم بحث منشور أو حديث حول هذا الموضوع واستخدامات النانو تكنولوجي في معالجة الألمية. يمكن الدولة حاليا يعني بتجد أو بتوجد الكثير من الحلول لسد الاحتياج من المياه وتوفير كمية المياه المطلوبة سواء في الزراعة أو في الاستخدامات الأخرى أو لمياه الشرب. هو إن شاء الله هيبقى فيه أكتر من بحث الفترة اللي جاية حوالين هذا الموضوع، وإن شاء الله هيبقى له يعني تطبيقات عدة، وطبعا أساسا يعني إحنا ماشيين في اتجاهات عديدة سواء في يعني تنقية المياه، لأن احنا دلوقتي بنحاول أساسا نحضر مركبات جديدة خالص لها سطح كبير
خلاص ماشي، بحيث انها يعني تستخدم في عملية التنقية بالنسبة للميكروبات والحاجات دي كلها من المية بإذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا يعني المتابع للأستاذ الدكتور أحمد خضير يجد أن غالبية الأبحاث والاهتمامات كانت اهتمامات طبية في مجالات كثيرة، يعني ربما ذكرنا جزء منها عشان وقت البرنامج، والتي كانت متعلقة بالأورام السرطانية بالنسبة لأمراض الدم. أيضا هناك علاجات للالتهاب الكبدي الوبائي وفيروس سي. يعني الجديد في هذا المجال أو الجديد في أبحاثكم؟ يمكن آخر يمكن في 2021 نشرنا بحث والحمد لله، وكان له أساسا برضو تطبيقات كثيرة، والعديد من الناس أساسا يعني يمكن سألوا على هذا البحث، وطبعا دي كلها أساسا يعني إن شاء الله إسهامات بإذن الله مستمرين فيها إلى أن نصل إلى النتيجة المثلى بإذن الله. نعم. طيب هنتقل لشق آخر وملف يعني له أهمية كبيرة في المسيرة العلمية الخاصة بكم، وهو ملف التعليم العالي، وبصفتكم عضو لجنة قطاع العلوم الأساسية بالمجلس الأعلى للجامعات والمدير التنفيذي لمشروع دعم وتطوير التفاعلية التعليمية بمؤسسات التعليم العالي ووزارة التعليم. اهتمامات يعني أو أهداف هذا المشروع خاصة في التحول إلى التعليم الإلكتروني، ويمكن ربما وجدنا هذه التجربة من خلال جائحة فيروس كورونا العام الدراسي الماضي. ده كلام سليم، هي دي نقطة مهمة جدا جدا. طبعا أساسا يعني التعليم الإلكتروني من الحاجات اللي الدولة اتجهت لها، وخصوصا في الأزمة بتاعت فيروس كورونا، وده كان اتجاه سليم. طبعا أساسا يمكن هم يمكن في النهاية وصلوا إلى التعليم الهجين اللي هو التعليم يعني عن بعد، والتعليم أساسا من خلال الوجه لوجه يعني، ودي كانت يعني طريقة الحمد لله يعني الدولة نجحت في هذا الإطار نجاح بصراحة مبهر حقا يعني. بالتأكيد يعني جنبت يعني أعضاء هيئة التدريس والطلبة والطالبات يعني الكثير بالزبط. من التعرض للإصابة، وكان في التزام بالإجراءات الاحترازية، ده كانت مهمة جدا جدا برضو. طبعا يعني كان احنا يمكن شفنا جائحة كورونا في بدايتها كانت يعني خطيرة جدا حقا يعني، وبصراحة بالصبر وبالمصابرة كده وبالشغل الجاد أساسا يعني قدرنا نصل إلى بر الأمان الحمد لله. الحمد لله. يعني حقيقي بجد بكل الشكر والامتنان والتقدير بنشكر وجود حضرتك معانا، وأمنياتنا دايما بمزيد من التقدم، مزيد من النجاحات لكل المشتغلين بالعلم والتعلم والبحث والتطبيق على أرض الواقع والمشاركة الفعلية في إحداث التنمية إن شاء الله بإذن الله. نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. بشكر حضرتك على وجودك معنا، واسمح لنا في نهاية اللقاء إن إحنا يعني نقدم إهداء رقيق خاص بكم من أسرة علماء من بلدي تقديرا لرحلتكم العلمية والبحثية وإسراء دور البحث العلمي في هذا المجال وفيما قمتم به من أبحاث تفيد المجتمع وتفيد أيضا شباب الخريجين. أنا شاكر جدا وأتمنى لكم التوفيق في الدورة الجديدة، وإن شاء الله موفقين بإذن الله. شكرا يا فندم. بشكر ضيفي وضيفكم اليوم العالم المصري الجليل الأستاذ الدكتور أحمد خضير، أستاذ الكيمياء العضوية، رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة كفر الشيخ، عميد كلية العلوم جامعة كفر الشيخ السابق، والحاصل على جائزة جامعة كفر الشيخ التقديرية في العلوم الأساسية. مرة أخرى بشكر حضرتكم على متابعتكم لينا، وإن شاء الله نكون دائما على تواصل معكم وعند حسن ظن كل متابعينا، ونقدم كل ما هو جديد في مجال العلم والبحث العلمي من خلال الموسم الجديد لعلماء من بلدي. استمروا الرحلة، رحلة اكتشاف الكنوز المصرية من العقول البشرية لعلمائنا المصريين القادرين على التحدي وصناعة الأمل في مستقبل أفضل
لكل أبناء هذا الوطن، علماء الثلاثاء وعالم جديد ينضم إلى منظومة علماء من بلدي. موعدكم الثلاثاء على شاشة القاهرة. انا راحت عاشت ويانا كل الحكايات، انا جايه جديده بتندهنا شايله النحاجات.